الإعلامي حزيران. تحية سي حزيران اللي شرفنا هذا المساء. إذن سيد عامل عمالة الناس، سيد رئيس جهة فاس الناس، السيد رئيس جماعة مكناس، السيد رئيس المجلس الإقليمي لمكناس، السيد رئيس جماعة المشور، السيد الكاتب العام لعمالة مكناس، السادة رؤساء المصالح العسكرية والأمنية، السيد المندوب الإقليمي للثقافة بمكناس، ممثل السيد الوزير في هذه التظاهرة، مرحبا بكم، تحية لحضوركم ولدعمكم لهذا المهرجان، وتحية خاصة كذلك لكل الفنانين الذين يلبون الدعوة ويعتبرون هذا المهرجان مهرجانه. شكرا لكم جميعا على الحضور. إذا تأتي الدورة 12 لتؤكد استمرارية هذا المهرجان المتفرد والنوعي الذي يعتبر الوحيد الآن في المغرب الذي يهتم بهذا الفن وهو فن الدراما الذي يدخل كل بيوت المغربية، وكذلك الآن الحمد لله أصبح يسافر إلى دول أخرى، وهذا شيء جميل لأننا أصبحنا نشاهد مسلسلات مغربية تشاهد بلغات أخرى في بلدان أخرى، هذا شيء جميل للدراما المغربية. كذلك هذه السنة هذه وبمناسبة إقرار صاحب الجلالة السنة الأمازيغية، يعني يوم عطلة ويوم وطني، سيتم الاحتفاء بالدراما الأمازيغية اللي حاضرة معنا السنة بأعمال قوية عرفت نجاح كبير خلال شهر رمضان، هي 4 أعمال. كذلك يعني هذه السنة هذه ستقام ندوة كبرى مميزة حول قانون الفنان، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي سيتم بمشاركة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبمساهمة قيمة للدكتورة رشيدة أحفود اللي غتكون حاضرة بيننا، وتحية لها على دعمها كذلك لهذا المهرجان. كذلك هذه السنة هذه كيفما كتعرفوا الدراما المغربية عرفت واحد الانتعاشة كبيرة مما خلانا نوسع دائرة المشاركات وحضور عدد أكبر من الأعمال والفنانين المشاركين فيها. وكنأكد أن المهرجان دائما كنقولها المهرجان موجود بمدينة مكناس، لا داعي للبحث على أشياء أخرى نبداوها من الصفر، إحنا كاين ومستعدين نشتغلوا أكثر، مستعدين للانفتاح على الدول كيفما كنا سابقا إلى أن جاءت كورونا وحبسات هذا الانفتاح على الدول الأخرى وعلى أفكار أخرى من خلال تلفزيونات عربية ودولية. والمهرجان موجود مستعد للانفتاح، مستعد أن يكبر. مدينة مكناس ممكن أن تكون مدينة الدراما بامتياز، لأن هذا المهرجان الوحيد الموجود في المغرب وفي العالم العربي الآن. يعني كل دراما مستعدين يجيو مدينة مكناس يقدموا الأعمال ديالهم، إحنا موجودين، راه الإشارة. نحتاج دعمكم المستمر والدائم، ونحن نقوم لا نبخل جهدا، خصوصا ان الرعايه الساميه ديال سيدنا كتخلينا نجتهدوا اكثر وما كتخليناش نهبطوا يدينا، لان كتجي واحد الفترات ديال العياء ديال الاحباط، ولكن فعلا لما كتوصلوا بالرعايه الساميه ديال سيدنا نشمر على اذرعنا ونشتغل بجد، وكنتمناو اننا نكونوا في المستوى، وكنتمناو اننا نكونوا يعني في مستوى الثقه المولويه الكريمه. اذا اشكر الجميع، كل من حضر، وفرجة ممتعة خلال هذه الأيام، وكنتمنى حضور جميع فعاليات المهرجان، وكنرحب بالجمهور المكناسي الداعم كذلك لهذا المهرجان، نحن الجمهور المكناسي. إذا مهرجان ممتع للجميع وشكرا. كانت هذه الكلمة ديال سي محمود بن حسن، والآن ننتقل إلى كلمة أخرى. يتفضل السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس كذلك ليشرفنا بكلمته، فليتفضل مشكورا. مرحبا بك. مرحبا بك السيد الرئيس. مزيان كيكون المسؤولين وكيكون الفنانة وداكشي كيكون العطاء مزيان، وكيكون يعني المنتجات كتكثر، نصفقوا عليه. مرحبا بك.